إخوتي أخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم، وشكرا كالعادة للقدماء والجدد الذين التحقوا بنا، وشكرا على التعليقات القيمة والتدخلات المفيدة والرائعة التي يستفيد منها الجميع. إذا الصراع ديالنا راه صراع أبدي أزلي، الصراع ديالنا مع النظام والأنظمة اللي كاينة من مور هذا النظام هذا، وهو صراع وجودي، غير ما غنبقاو اما غادي نطيرو. اذا الصراع راه ماشي صراع مع السلاله العلويه، كاين السلاله العلويه وكاين الدماغ اللي كيساعد السلاله العلويه اللي هما تكلم عليهم الاخ والاستاذ الكريم والفضيل من الجزيره، اللي هو يا قدور الرامي، وكاين عقول متحجره متخلفه ما غاديش يفهموا. وشكرا الاخ قدور على التقديم ديالك للهويه ولا الهويه ليدونتيتي، والدرس اللي لقيتي واعتمدتي على واحد النص اللي هو نص ديال واحد الانسان اللي هو ايمانويل تود، اللي هو ديموغراف الفرنسيين، التلفاز الفرنسيين تيسموه بلي بوليتولوج سوسيولوج فيلوزوف، على اي واحد الانسان كيوصل لواحد الفكر ما تنقدوش نقولوا، ولكن هو ولد لا ديموغرافي. انا ما عنديش معاه حيت الافكار اليهوديه كنعرفها ما كتمشيش اكثر من 7 ديال العقود 70 سنه، وكتكون دائما فيها السم، لان السم يدس في الدسم، وما كيعجبنيش واحد الانسان اللي هو يهودي من اصول يهوديه وكيامن بالله والطقوس ديالهم، ولكن في العالم تيقول في لي باطون تاع التلفزيون تيقول انه ما تيامنش بالله، فهمتي؟ هاد وحده عمر وحده خويا ما كتعجبنيش. اذا الموضوع ديالنا اليوم هو الحرائق. دوك غادي نتكلموا على الحرائق. الحرائق لانها وقعت في المغرب هذه غير واحد 3 تاع الاسابيع، ووقعت الان في الجزائر. اللي وقعت في المغرب ما ماتوش فيها ارواح، لمدى انها كانت في واحد المنطقه نتاع الشوش، ولا الشوش غير خونه ما كيلبسوش السروال، ما عندهمش الماء، كيمسحوا الترمي ديالهم بالحجر، ومع ذلك كيبغيو يلعبوها يساريين، بغيو يلعبوها صهيونيين، اليهود خوتهم وداك الشيء. وراه تحرقات واحد المساحه شاسعه نتاع الاشجار ديال الارقان، الارقان، وهاد الشجره نتاع الارقان اللي تحرقات غادي نقولوا هنايا واحد الانواع نتاع الحريق منذ ما بدات الانسانيه. كاين بدات الانسانيه حيت فيها فوائد هذا الحريق، بعض المرات فوائد قوم عند قوم فوائد، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. واحد الوقت كان الانسان بدائي، ما كيعرف شيء، ما تيفهم شيء، ما كيلبسش السروال، ما كيلبس حتى شي حاجه، ما عنده راه الطوبيس لا حتى حاجه، وما كانش طرق، وعايش غير في الخلا وفي الفيافي وفي الصحاري. ضربت واحد الرعده وطاحوا شي حوايج بحال هكذا، سميوهم اش كيسموهم الناس نتاع هذوك سميتو اللي قراو في لانازا، طاطط شعلت العافيه. الانسان البدائي شاف العافيه شعلات، وشعلات في الغابه، الغابه ماشي نتاع الانسان البدائي، اذا ما غير فيها شيء اش غادي يهرب؟ اش كيدير الانسان؟ علاش كيهرب؟ باش يبقى عايش، باش يبقى عايش. ولكن الحيوان غادي يحصل، حيت العافيه جات من هنا ومن هنايا، وغيحصل وغير تشوى الحيوان. تما الانسان كان زوينه ليه، كان من قبل ما تيقبض شي حلوف تيقتلو، ولا كيضرب شي حجره شي غزاله كطيح تياكلوها هكداك بالدم ديالها، غادي يولي غياكل اللحم طايب. الانتقال من واحد المرحله واحد المرحلة باغ اكسيدون، حيت جميع الاختراعات حديثة غير باغاجور بوب وطلعت. باغاجور تلاقيت مع سومية، باغاجور ولوازاغ في بيان لي شوز، هادي زوينة. ولكن في العصر ديالنا اللي كاين الدولة، وكاين الملك والرئيس والجنرال والجنرالات، وكاين المطافئ، وحنا دولة عظمى، وكاين الحدود، وكاين البوليس، وكاين المخابرات كيعرفوا كل شيء، كيتحرقوا كي الدول المتخلفه
بحال المغرب والجزائر، وكاين الدول الراقية في أوروبا. كان عندي واحد الأستاذ ديالي الله يرحمه اللي هو جورج إيف لاكوست، غادي يكتب واحد الكتاب، وهذا كان هو كان مونديو، كان جيو بوليتيسيان، والجغرافيا السياسية زائد عنده شهادة تبريز في التاريخ، وكان مفكر ومنظر. هذا الرجل هذا غيكتب كتاب على لا جيوغرافي نتاع لا بوفروتي نتاع التخلف نتاع الفقر والتخلف. قضية سهلة، قبط الخريطة نتاع الدنيا، قطعها بمسطرة، جلس الشمال متطور ومتقدم، الجنوب متخلف، حيد غير شي دول بحال أستراليا. الكتاب دازت عليه 50 عام، إلى يومنا هذا الشمال متطور ومتخلف، والنتيجة نتوما قطعوا في الحراج تمشيو ليه، الجنوب راه متخلف، حيد أن أستراليا بحال ديما وشي دويلات. فرنسا فواحد الفترة الزمنية هادي 40 عام، وكنت أنا عايش تمانية، كان تيوقع الحريق، حيت كاين الحريق اللي كانت الحرارة ما تصبطش الشتا، و تيكون شعب متخلف، شعب ما مربيش. علاش الشعب متخلف ما مربيش وحمار؟ حيت الحكام ما داروش واحد المنظومة تعليمية. ملي تيكون واحد المعلومة تعليمية، أول حاجة كتربي عليها الشعب هي احترام الغير واحترام الطبيعة واحترام البحر، ما تلوتش البحر، ما تاكلش بنانة وتلوحها في الزنقة، الغابة ما تشعلش فيها العافية، وكذا وكذا. كتعلم الفرد بلي ان كاين واحد الحرية تمشي للغابة تبيكنيكي فيها، ولكن ما عندكش الحرية باش تشعل العافية في الأرض وداكشي، وبينسرد في داكشي وتفكر في الآخرين، لأن تقدر كاين الجفاف ودابا الحرارة ولات كثيرة، ملي تيكون الحال سخون سخون والربيع والعشبة وأوراق الشجر طاسحين، الشمس كتضرب عليهم واحد الفترة زمنية 4 5 سوايع، بام سيرتو مع ليكوينوكس كتشعل العافية. هادي تشعلات العافية مسألة طبيعية. كاين واحد العافية حنا كنعرفوها، والناس نتاع الإجرام كيعرفوها، لي دارو علوم نتاع الإجرام كيعرفوها. كاين الفرق ما بين العافية دارها الإنسان والعافية دارتها الطبيعة. العافية ملي كديرها الطبيعة ولا في الدار ديالك، في الدار السيركوي نتاع الخيوط، كتشعل العافية كتمشي بشوية. العافية اللي كيديرها البشر مشات بالزربة. هذه هي أول حاجة باش كنعرفوا العافية. هذه 40 عام كانوا كيتحرقوا الغابات في لي بونليو نتاع المدن الكبار بحال مارساي نيس وداكشي. ولكن فرنسا دولة ديمقراطية مش هي الجزائر ولا المغرب، دي دول متخلفة راه جات في الجنوب نتاع الكرة الأرضية. المشرع قال حباس، هاد الأراضي اللي كيتحرقوا وما عمرهم لقاو اللي حرقها، حيت كيتحرقوا بطريقة فنية، كتحرق الأرض، كتحرق الغابة، من بعد كيشريوها شي وحدين، ودوك اللي كيشريوها كيديروا فيها إنزون، كيشريوها $50 للمتر مربع، وكيولي هذاك المتر مربع كيولي 5 مليون تاع الدولار. بحكم فرنسا دولة ديمقراطية، المشرع غيدخل، غادي يقدم شي حزب ان بروجي دو لوا في البرلمان، غيصوتوا عليه، غيدوز، غادي يخرج في الجريدة الرسمية 48 ساعة، غيطبق فرنسا 48 ساعة، غيطبق فاش في لي دوم توم، بمعنى في لا غويان وفي هاد البلاصة فاش كاين الأخ قدو، حيت تما بعيد. أش هو القانون اللي غيديرو؟
الا تحرقت شي ارض ولا شي غابه، ما تباع ما تشرى وما يتبني عليها حتى شي مشروع مدة 20 عام. حيت هذاك الكابيتاليستا الرأسمالي الهمجي المتهمج، داك البرجوازي، داك البرلماني، داك الموسخ اللي حرقها، كيبغي يستعمرها الآن ويستغلها الآن ويربح فلوسه الآن. ما يتسناش 20 عام. إذن هنا المشرع غادي يحبس بطريقة قانونية. هذه فرنسا، على عين نتوما كتعرفوا فرنسا عندنا استعمر راسكم مدة نتاع سنين، ما بغيتوش تقبلوها، فرنسا كيبقاو السياد نتاع العالم. حيت المرأة الفرنسية مرأة جميلة، الأكلة الفرنسية أكلة جميلة، اللباس الفرنسي نقي، إيف سان لورون باتاتي باتاتا، سان جيرمان دي بري ولا سان جيرمان ولا سان ميشيل، دائما كتبقى واحد اللقية، والفلاسفة المفكرين راهم فرنسيين. نتوما ما عمركم فكرتوا ما عطيتوا حتى شي حاجة. كاين نوع آخر، القضية بتاع نابوليو دكادير شعلات العافية، مشات بالزربة. غادي يخرج واحد الموسخ اللي هو تويجني، والشلوح ماشي رجال، سواسة كلهم ماشي رجال، ما قدوش شي واحد فيهم يخرج يدير القناص ديالو ويهضر على سوس. شكون اللي كيمثلهم؟ تيمثلهم واحد خينا غادي بحال هكا ما كنعرفو الأصول ديالو، واش هو جزيري، روسي، شيشاني، أمريكاني، شي صهيوني أمريكي. غادي يقول اه وش علاش العافيه، واحد خينا غادي في الطريق وكمل قرو ولا حل قرو. كيفاش واحد خينا كمل قرو؟ انا سايق الطوموبيل كبيت القرو لحت القرو مع السرعه ديال الطوموبيل، كان السرعه غادا 60%، دوك البرد غيدي ب 60%، وترجع بالدور تبقى في الطريق، ما غادي تحش راه بوشي الغابه لاصقه مع الشنطي مع الطريق. وش علاش العافيه بوينتا ما غاتشعلش العافيه في الغابه. الغابه بحال هادي وفسوس وسواسا سوس لبان، خصو يمشيو بحال وقت مشي رجال، حرقوها. شنو الحرقه؟ شي با، حيت هادوك اللي غيجيو ليها ما بغاوش الغابه ديال ارغان، حيت صافي راه صوبوا ارغان ولاو كيصوبوا هما بالطريقه ديالهم وكيبيعوا بالسميه نتاع المغاربه. بنو اسرائيل اللي تحرقات بعد الارض ياخذوها بنو اسرائيل، يلا عرفوا اش كيبرم. إذن هذه فيها الدولة. القضية تاع الزاير، أنا من هنايا طريقة باش مشات العافية بطريقة هائلة في يد نتاع البشر. كون كانت في غابة وحدة، منطقة وحدة، ولاية وحدة، كيما كتولي القضية فيها 16 ولاية، ما تقول لي شي هاد الماك وهذا رشاد والمعارضين والأجانب، غيمشيو 16 ولاية. من فرد مشاو 16 ولاية، فين كانت الدولة؟ فين كانت المخابرات؟ فين كان العسكر اللي حاكمي ودولة إقليمية وجهوية، وسكتوا الألمان وفرنسا وقالوا الأمريكان حبسوا راه حنا هما يا فين كانوا؟ إذن هادو ما عندهمش السيادة على البلاد ديالهم، وما حماوش الأرض ديالهم، وما حماوش المواطنين ديالهم. إذن ها 16 ولاية، ما بين العلامات اللي كيبينوا ليا بلي دارها البشر الطريقة الهائلة باش مشات، درت في 16 ولاية، وخاصة درت في شي مناطق مع 4 ديال الصباح. العالم كامل تيعرف 4 ديال الصباح في الجزائر، أقل الظلام، يمكن نقولوا الظلام الليل، كاين البرودة، كيفاش غتشعل العافية في البرودة؟ العافية راه كتشعل في الفترة اللي كتسمى ليكوينوكس، 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 ما بين 12 و 4 د العشية، الشمس كتضرب تسط، 4 ديال الصباح باقي كاع ما وصل الفجر مشاو الناس يصليو. هنا كنطرح سؤال لهادو اللي كينوضو المغاربة يوميا، كيبغيو ينعسو في الشعب الجزائري، وهذه جريمة. الجزائر دولة عظمى سكتات وفعلات وقوة جهوية وعندها 77 تاع الطنوكة و14 تاع هذا و14 هذا، كيف يعقل واحد الدولة خدات الاستقلال ديالها 60 عام
وشريت العافية عندها العافية ماشي مرة ماشي جوج، ما قدرتش يشري دي كنادير باش تطفي العافية، ما عندهاش. كيف يعقل العسكر ما تشوف العافية؟ كيف يعقل نزل المطافئ ما عندهمش اللباس الخاص ديال العافية، ما عندهمش الأكسجين تاع العافية؟ أنا بغيت هاد الموسخين ديال الجمهوريين، نتوما ماشي جمهوريين، أي واحد كيقدس وكي الجزائر انت ما معارض ما جمهوري، وخاص الجمهوريين إذا كانوا رجال هما ماشي رجال يتبرؤوا منكم، ولا كانوا جمهوريين عاود غنقولها لكم، الرجال خصكم تبرؤوا من أي واحد ما كيبينش وجهه. احنا غادي نحرب، احنا غادي الدولة نطيحوها، احنا غادي في صراع مع النظام. أي واحد ما كيبينش وجهه ما عندنا ما نديرو به، أي واحد انت مع شي أجنبي ما عنده ما نديرو به. إذا نتوما إذا قبطين 4 دريال وكتكذبوا على الشعب الجزائري، عند الامتحان يعز المرء أو يهان. ها هي ظاهرة سياسية اجتماعية اقتصادية مالية ايديولوجية، شعن العافية ما قدوش يدفعوها. فين هما الجنرالات؟ اش ما يجيبوش الطنوكة ويطلعوا فوقها في الطنوكة؟ مناطق مرتفعات، تضاريس صعيبة. انت يا البعيدي اللي كاين في اسبانيا هبر اسبانيولا، خصك ترجع تمشي تقرا وخصك تحشم على عارضك. ديما كطلع والصين والبريكس والبرونكس و ابستيت نيويورك داون ستيرز ابستيرز و تزير كاين بارتو، يلا فين هما الشينوا ما جاوش عاونوها؟ فين هي روسيا؟ مشاو مع روسيا وهضروا مع روسيا وحطت لهم طابي نوار وطابي روج وقال لهم بوتين. فين هي بوتين ولا البيتينيست ولا شي حاجة؟ عندهم علاقة مع الطاليان وبرميسينيست نتاع الطاليان ديك المرة الزوينة اللي كانت كتبيع في الأرض. فين هي الطاليان؟ الجنرالات كيحطوا فلوسهم في الأبراك نتاع فرنسا، فين هي ماما فرنسا؟ 60 عام نتاع الاستقلال، 47 سنة طبقا للدستور الجزائري هما كينقدوا الانفصاليين وكيعاودوا حرية الشعوب وبغيو يعطوا الحرية للبوليزاريو، هما الأبناء ديالهم اللي هما كيموتوا، ما حروش الأبناء ديالهم. واش عرفتوا العدد نتاع الموتى فين وصل؟ أنا بغي نقول لكم الصراحة فين وصل. 47 عام اللي درتو لها مليار تاع الدولار في العام، 47 مليار. على الأقل خص تكون عندهم قد الولايات اللي عندهم، كل ولاية خص يكون عندها درون على الأقل. ها 16 ولاية خص يكون 16 درون، ما عندهمش. مشاو كيدقوا على روسيا، عقلات عليهم هاد روسيا اللي ما عقلاتش عليهمش في العزمة، كتعتقدوا هي غتدخلوا من البرونكس ولا البريكس ولا الكوسكوس؟ لا، فين هما الشينوا؟ الدولة العظمى تنين فين؟ ما عندهمش باش يجيبوا الماء، يطفيو 16 ولاية. دابا تخيلوا معايا ناس، هادو اللي هاد البعدادي ولا البعيدي وداك ابراهيم شليحه والتارودانت و واحد خينا خرج اكيد ضحكني، ما كيبينش وجهو غير نص نتاع وجهو، كيبين غير السقف، واش ساكن في شي بيت وفي ميريكان و تيقول اخوتي الجزائر نتوما اللي عندي وانتوما تحميوني، شتي ولاد البيضاء غير جوامل. هادشي راه المغاربة طيحوا السروال، راه عايب راه عار هالواقع. راه شوف تخبب ليا مع الريانة عباد الله، ما تكذبوش على الشعب الجزائري هالواقع اليوم.
كل من يدعي بما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان. كيفاش تهرب من واحد الظالم جائر مستبد اللي هو العلوي؟ وكتمشي كتبيض وكتدافع على واحد هام ولادو. اليوم خصو يخرج تبون ويهضر ويقول حنا دولة وحنا هذا وي نو هاو تو ميك بيزنس. هذا هو الواقع ديالكم اليوم، هذا هو الواقع. كل ما حصل في واحد النهار هذاك هو الواقع ديالكم. دابا تخيلكم كانت حرب مع شي دولة وضربوا هنا وله الشمر وخرمجوكم وتشعل العافية وتحبوا من هنايا وتضروا ضرب هنايا وتخلق واحد لابسيكوش بهذه القضية راه هضرت عليها. خرجوا شي وحدين تيقولوا اه سميتو وراه عندهم 77 طن المغاربة غير عندهم 35 وهما عندهم 36 هما اللي موقفوا على روسهم ما لقاوهاش. كنت هضرت واحد الوقت على الملكة متاع فرنسا في الثورة الفرنسية اللي داروها ولادها ما داروهاش الأجنبي وبعدوا من باريس مشاو لفيرساي 17 كيلومتر في الوقت اللي كانوا غيسلقوها الثوار. قلت لهم كونتوني دون لو مالور كون سي سو كوني، مي كنكونو في أزمة في مشاكل وفوفوف تما كنعرفو القيمة ديالنا. هادي هي القيمة متاع الجزائر، ما عندهاش أصدقاء وما عندهاش حلفاء. في العلاقات الدولية ما كاينش أصدقاء. اللي قال تشرشل واخا كان سكران راه كان ربح الحرب والسكرة ديالو اللي كانت خايبة حيت أي واحد سكيري عنده مشاكل دفعوه ليها اليهود، حيت اليهود اليهود هما المدرسة باغ إكسيلونس تاع لا بسيكولوجي ولا سيكولوجي والبيهايفر. إلا لقاوك زامل كيخشو الصبع في الخرزة لقاوك سكيري لقاوك عندك الفيس نتاع المرأة كيلعبولك على الديفو ديالك. يعني ها انا تنقول اي واحد زامل ما غيمشيش معايا في الطريق، اي واحد فيه شي لولا ما يمشيش معايا في الطريق، الفقير ما يمشيش معايا في الطريق، اللي ما شبعش المرأة ما يمشيش معايا في الطريق، حيت غادي انا غادي للامام، انا غادي للحرب. ما يمكنش تدي معايا واحد مطيح السروال، الحرب تكون فيها غير الرجال، تشوف الدم قدوش عليها، تما غير زوامل. وها هي يا كتقولوا تزير تزير، ها هي ها هو واقع اجتماعي، ها هو واقع اجتماعي، ها هو واقع. شتيهم درون ما عندهمش، خسروا كتر من 100 مليار، 100 مليار على الصحراء، والصحراء واخداو بلادهم. لا فقروا الجزائر، رزق نتاع ولاد الشعب عطاوه للصحراوة، الصحراوة في الحضيض راه كيموتوا ما عندهم شي، راه كاع في اسبانيا كيضربوا كيضربوا الكورفي. واحد المجموعة ولاو دي ملياردير، قضية صعيبة. إلا كانت هاد الدولة هادي انا كنقول لكم دائما من المغرب حتى لمصر هذوك راه ماشي دول والشعوب ماشي شعوب. الا ما قدوش يحميو السكينه ديالهم والطبيعه ديالهم اذا ما عندهمش السياده على بلادهم. هذو راه ماشي دول هذو. إذا القديم تاع القوة الإقليمية ودوك الصحافة ديالهم خصهم يسدو فمهم، وانتوما اللي كتعرفوا قولوا لي واش تبوا الخرج بشي خطاب للبلاد. على أي المعمر ما دار خطاب حيت ما يقدرش يديرو وما كيعرفش يديرو، وخصنا نشوفوا واش غادي يقول. على أي التعازي ديالنا الشعب حيت دائما كتجي في الشعب
راه اي واحد كيكذب على الشعب، يكون جزائري مصري تونسي مغربي، هذاك راه خائن، هذاك خائن. الناس كيقولوا الحقيقة، هانتوما دابا شفتوا الواقع، الواقع هو هذا. كل ولي خص يكون عنده درون. راه الجزائر خص تكون بحال الكويت، بحال الإمارات. كيف يعقل الخيارات نتاع المطارات والموانئ نتاع الجزائر متحكمة فيها الإمارات، دولة صغيرة، عمر نتاع جزائري كبر من الإمارات. فين هما الرجال نتاع الجزائر؟ مغربين مساكن، مغربين. شتي الأخطاء وتبعو ماما فرنسا، كون خلاو منين نجح في الانتخابات في الدور الأول نجح، وخلاو في الدور الثاني واش غينجح ولا لا عباس المدني. ماما فرنسا ما عجباش الحال، ما بغاتش عباس المدني، ما بغاتش المسلمين، ما بغاتش عباس المدني، ماشي حيت إخوان المسلمين، حيت عباس المدني والمجموعة ديالو ليكول أنجلو ساكسون، مشى قرا في إنجلترا ومزوج بالإنجليزية. المغرب والجزائر وتونس، أي واحد عنده ثقافة أنجلو ساكسونية غير مرغوب فيه خص يبقاو باغلي فرونسي، بونسوار بونجور مدام. وهذا الشيء اللي وقع، راكم شفتوها في المغرب. هذاك الأمير أنا ما كنتفقش معاه، هشام منبود، ماشي نهضر انه امير، لان عنده ثقافه اونغلو ساكسونيه. تما كتعرفوا بلي فرنسا هي الحاكمه. اذا اخواتي اخواتي، هنا غادي نعاود لكم واحد القصه عشتها في 1999. في 1999 غيموت الحسن الثاني، ومحمد السادس اللي هو ولده غادي يخطب الشعب المغربي، وغادي يتقدم وغادي يخطب الشعب المغربي. في هاد السنة، في هاد الفترة، في هاداك النهار بالذات، أنا غنكون في الشلوح تاع الجبل. يوم مشيت للجبل كان واحد السيد تا هو اسمو حسن، تنقولو ليه عمي حسن، حتى هو غيموت. مات ما خلاش ولد بحال محمد السادس، خلا بنته سميتها عيشة. ايوا الحاصل، هاد عيشة هادي مات باها خاص لي يحميها، وغادي يتزوج. ايوا حنا في القبيلة عندنا، ما عرفتش القبائل ديالكم نتوما كيفاش دايرين، ملي غيتزوج غيديرو ليها العرس، وغيلبسو هداك الشي، وغيديرو ليها الحنة، وغتغسل شعرها. حنا ديك الساعة ما كنديروش هاد الشامبوان والويسكي وداك الشي، نو. العائلات ديالنا كانوا كيغسلوا شعرهم بواحد الحاجه اللي هو انتاج ديالنا حنايا، حيت حنا برابره وحنا احرار. ملي كنا احرار دابا كثروا فينا الزوامل. اذا هادي كتعرفوا داك الدرك، العربي كيقولوا الدرك، تا كناريت الهنديه هذا الكرموس الزعبول تيكون بحال هكا وهكا، وكتكون الهنديه هنا واحد جوج ثلاثه اربعه. ملي كتكون شي وحده ميته ما كتولدش، الناس كيقطعوها العيات، كيقطعوها كيحيدوا منها الشوك، تيقبضوا خمسه سته وكيدقوها، كيدقوها في واحد الحاجه بحال هكذا، وعندهم واحد الحاجه بحال هكذا وكيضربوها بوم بوم حتى كتولي ليكويد، كتولي واحد الليكيد. كيتسمى هذاك فاش كيدقوها بحال الهراس، افردو، حيت فردو فردو هما يسموها افردو، وكتولي ليكويد. وتيهزوا العيات وكيديروا شعرهم، من بعد ما كيديروا الحنة كيديروا باش يغسلوا ديك الحنة، واحد كترطب مزيان بحال قلتي كاين شامبوان وافتر شامبوان. هذاك قريتو نتوما في المدرسة مزيان، الا طلعتو مشير رجال. وهذا كيديروه في السيقان ديالهم، رجلو بحال هكا، وملي كيديرو في رجلو كيخليوه، وتيجلسو في الشميشات وكيقصح. هذاك ملي كيغسلوه
تيدير له ديك الزغيبات وديك الشعيرات شا هادي ما غتبقاش اليوم. علاش؟ حيت كاين لا جالوزي، لا جالوزي دامور. محمد السادس طلع بنيوته وداكشي، قال له كيفاش نجي للمرأة الشوشية وعندك اللياقة البدنية ودوك السيجار وداكشي تكوني أحسن مني؟ لا جالوزي دامور. تعرفوا هاد المخنتين هادو كي البنات كيقولوا اه وي سي با بوسيبل، والزوام تيقولوا سي با بوسيبل، كيبغيو يديروا أكثر من البنت. ومحمد السادس حتى واحد مسكين كروموزوميك، اش قال باه مسكين حيت باه اللي كيعرفو، قال لك عنده اكسيدو كروموزوميك، زعما كاينه زوميلو غادي يحيد ليهم هاد، ماشي غير الشلحات، المغرب كامل. هاد الزعبو الهندية ما بقاتش حيت محمد السادس لا جالوزي دامور. ايوا ومن بعد تيلبسوها وكدير داك الكحول في عينيها، تزولت الشلحه و الشواك مزيان، هادشي كاع عرفتوه. ومن بعد سيدي كيلبسو هداك الشي داك القفطان البربري وكيدير له واحد الشد داير بحال هكدا، وفيه حزاز والحسني واحد الفلوس نتاع النقره ومصاوبين داك الشي ولا ديكوراسيون، وتيخرج باب الدار. وغتخرج من دارها هاد عيشه لدار عمي عبد الله سي عبد الله باش يديوها، وتيوقفوها بالدار وتيوقفوا البنات من موراها والاهالي ديالها العيالات، وتيغني واحد الغنيه زوينه وتيقولوا اي اللي اذكر تلاتي ايتمام غيدو لا ينتريت، اي اللي ابنتي ما تبكي شي خوتك هنا وفين غادا، حيت حنايا البرابره كنعتمدو على خوتنا، فهمتوها الجمهوريين كنعتمدو على خوتنا، فهمتوها مزيان. انا عارفكم كسله ولكن غندخلكم في الخرزه ديالكم حيت عندي لا بيداغوجي مزيان. و غيجي خوها، شكون اللي كيجوج البنت باها مات باها خوها، ولا ما كانش خوها يكون عمها، اللي ما كانش عمها يكون خالها، اللي ما كانش خالها ولا عمها ولد عمها ولا ولد خالها، حيت حنايا واحد المجتمع رجولي باترياك جود فادر. هاد جود فادر شتوها في داك الفيلم تاع لا مافيا تاع الطاليان، خداوها من عندنا حنا الشلوح. اما تقتوش حيت نتوما غير حمير، في الوقت اللي مشينا للاندلسيه ومشينا للجنوب تاع الطاليان دف ومن تما تعلموها. ايوا وهاد البنت هادي خوها هو اللي غيهزها، غيهزها حتى الحدود نتاع الدرب ديال راجلها، وغيجيو العائله الرجال وغيهزوها ويدخلوها للدار، وتاهما كيغنيو ليها ومرحبا بك وهادي وهادي وهادي. هاد القضيه ما بقاتش حيت اليوم محمد السادس مع الزامل ومنكوح وواحد موسخ، حيت الفقراء قلت لكم الفقراء والزوامل راكم شتو عصيد بداو كي يهرشوا في المجتمع وفي الاسره وفي القيم الاخلاقيه وفي الهويه ديال عرفتوها، هضر لكم قدر على الهويه. الهويه ما يمكنش الانسان يديترمينيها ويحددها، حيت ما حد الانسان كان في الحياه الهويه كتستمر وكتزيد، تقدر تضيف لها شي حاجه، تقدر تضيف لها ما هو مزيان وما هو خايب. هاد البنت غتمشي، ايوا بلي غادي تمشي وغتزوج وغدير الحياه ديالها وغتبيت الوليدات وعندها دي بروجي وداكشي. اش ما عيشه باها مات حسن ملي مات الحسن الثاني، تزوجات في الوقت اللي محمد السادس غيتزوج بالشعب المغربي، وكلمة الشعب تنقولوا الشعب حيت ما شبعانش، علاه سمي بالشعب؟ لم يشبع. ايوا ايوا هاد البنت هادي في القبيلة ما عندهمش الماء، كتمشي للعين بحال كاع البنات، كتهز ديك القلة ديالها اب 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 وكتمشي، ملي كتمشي كتلقى لها ولد المقدم،
الله هاي اللي عيشها مش كتفول كيتف كوك 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 ولد مقدم شوف ده كيفاش هاد الزين وهاد الجمال وهاد اللياقة سي با بوسيبل وغتمشي للعين والعين برا على القبيله وغتجيبي الماء حنا العائله ديالنا ما كيشقيوش ما كيمسوش الماء عندنا الحشم والخدم سي با بوسيبل هاد الظلم الاجتماعي هذا والله كيفاش هاد القدر هذا لا الحضارة يسبق القدر كنتي حديره ما كنتيش تجوجي والراجل ماشي عرفتي راك شتي ما خدام عند الناس وكتمشي لغد اللي كتخرج كتلقى لها ولد الشيخ عيشة ما تا غايدة عيشة كنت زوينة والحلاوية ودوك الشوارع عندك سميتو مع سميه ماذا جرى ماذا حدث فين كان عقلك عيشة ما تا غايدة سي عبد الله بقيت يقرا في الجامع فين عمر شي واحد اعتمد على شي واحد فقيه حتى في الدار عندنا الحيرة ديالنا خبيزة وزبيدة وسمينة وكلشي الخير وعندنا السراح ديالنا نهار تات غتخرج ولد بوغابة ولد بوغابة ماشي ولد القبيلة با فوريستي خدام مع داك السيرفيس نتاع المياه والغابات جاب با كان عزري تزوج بواحد الشلحة بقى هو يستوطن في سميتو قال احنا عندنا راس سميتو والناس سميتو وبا خدام مع الحكومة اه حيت با راه بوغابة دار السانكيام اني وعندو كابوس كيدير الغابة وقت راه نتزوج بك عيشة وسبق لي السي عبد الله اش هاد الغلطة السي عيشة يا عيشة دفنتي الشباب ديالك عيشة وهاد عيشة مسكينة بدات تفكر كيفاش غير ولاد القوم الاثرياء لا كلاس ها هايت كلاس لا غدي غتفيق ما غطيب لا غدا لا مولاي بي ما غتجيبش الماء غيدخل الشيخ عبد الله هذا لا عيشه ما شتنتي ويد دغيان ولا خشي تلقى يمكلي الغدا قلت لي هذا فراق بيننا قال واك واك عيشه ما يجران وانا عاد كنفكر غدا السبت غنمشي سوق السبت وباغي نقول لك اش بغيتي نجيب لك قالت لي ما تجيب لي ما نجيب لك هذا فراق بيننا قلت لي صافي ربي بغينا نتفارقوا هذا القدر ديالنا الطرق ديالنا هنا غنتفرقوا فيها انت سير هاد الروط غنمشي اكوش اكمي هدو ربي ما تاكمي هدو ربي البنت ما عندهاش باها اذا مع من غادي يهضر مشى عند خوها كيفاش غنقول لك نمشي باها هضروا معاها ما بغاش ويطلق ايوا عيشة طلقات القبيلة سقطت خبر حد من القبيلة كتسرق الخبر الطلاق والمصائب كيف فرحوا حيت كيطلق شي واحد وشي واحد عنده المصائب هما كلهم مقود على ربهم جاو واحد الشبل معلقين علقهم الله سبحانه ولا الآلهة ديال الطبيعة علقهم تمانية وشي فيهم كيضحك على على المأساة ديال الآخر قدت حالتها وهي تخرج ومشات لواحد البلاصة كيكون فيها الشباب واحد تيكيدا واحد شجرة نتاع الخروب شتي ديك الخروب خروب زوين جالسين تما في الظل حيت بوتهم خدامين عليهم وقفت قدامهم داكشي أهلا وكلهم تي واحد تيدير ها تعرف الشلوح ما تيقدوش يواجهو بنادم ايه هيا غيد عيش هيا انا عيش انا هنايا ما عقلوش عليها وهي تعيق
سي عبد الله مشى، الزواج تهرس، داك العقد الفريد تقطع دين الربوبية ديال الربو ويتلف. تقول لهم كي قال عيشة، كي قال عيشة ودوار، كي قال انت ما دورت، كي خلان كي هبن. انا عيشة البريبة، انا العيشة اللي ما عندهاش عقل، انا عيشة تاع القبيلة، انا الضحكة، انا اللي ما نسواش، انا اللي تقت بيكم، انا مولاة الودينة، انا اللي ما عنديش العقل. غير تمشي بحال هكا، اللي فيكم عاقل ولا موضوعي غادي يقول لي عليه كتهضر على الملك ديالنا في العلاقات الدنيا، بقى بوحديه ومشى مع مول تويتر، اش ماشو مشيو ترامب، ومشى مع بني اسرائيل وبني طوز وبني كوتوز، هو سالها بوحديه في واحد الجزيره. وكل غير يقول لي على لا ما كتهضر على الجزائر شهدت العافيه و... لكن لا الشان لا الشام لا الشفشاوة لا ولاد الاخر، انا غير كنعاود القصص، انا غير واحد الانسان حمق اللي في ريتاس. اذا شاركوا في القناه وفكروا كيف ما بغيتوا تفكروا، الكره راه عندكم. قل للذين موعدهم الصبح، ان الصبح بقريب. عرفتي ملي تيكون الديفو غيبان غيبان عند الامتحان، يعز المرء او يهان. شتي الا كتكبر بشي واحد وكتمجد شي واحد، خصك تعرفو واش في المستوى ولا لا. اقبح حاجه في السقوط والتدهور والتخلف والمأساة اللي عايشين فيها الشعوب العربية، أن كلهم تيقولوا الحاكم ديالنا مزيان، الحاكم ديالنا مزيان، السيسي والسيسي والسيسي ومرشال ومواده وهذا. أعطيونا سويدي واحد كيمجد الملوك ديالهم، أعطيوني دار ماركي واحد كيمجد الحكومة ديالو. دائما كيطلبوا المزيد المزيد المزيد، عليها تطوروا. ها هي اليوم الجزائر، شتو واش وقع ليها؟ إلا وقعت شي كارثة في المغرب سيصير لا ميم شوز، حيت دول متخلفة، حيت باش يكونوا المعدات وكذا وكذا وكذا. الإنسان اللي تيحكم بلادو كيتعلم من الدروس. شوفوا في الدرس الماضي تكلمت وطلع لي واحد الجزائري قال لي كتقول بلي سميتو راه فرنسا راه ايران وتركيا راه تقدر امريكان تضربهم ودير لهم وداك الشيء. اسمع يا ورادي، وقع الزلزال في تركيا، الزلزال تحركت الارض، هادي ما دارش شي واحد، تحركت الارض. اش وقع؟ وعدهم الرئيس ديالهم عندكم عام تاخذوا السوارت، داز عام خذوا السوارت نتاع الشقق سيسم اونتي سيسميك ولا اسميتها ضد دوك الهزات الارضيه والزلازل وزلزلات الارض وزلزالها كتحرك الارض ما تيوقع لها والو. داز عام كتعتقدوا على الدوله الجزائريه تبون ديالها واش نديرها ديالها شنقريحه ديالها غادي يعودوا هاد الناس ما يكونوش في المستوى يخرجوا يديروا لهم خطاب يواسيوهم. الدول المتخلفة كتعري عليها الطبيعة، حدث صغير أثر عليها. دابا تصوركم كانت حرب ديال بصح، تصوروا إذا كانت حرب وتضربات الحرب في الشمال والجنوب والوسط ديال البلاد. تحية نضالية، ما نقولوش فعل الله قدام قدر ما شاء، لأن هذه دارها تعرفوا الدول المستبدة
الدول الفاسده لي بي ديسبوتيك ما تيقدوش يواجهوا المشاكل، وما تيقدوش يحلوا، وما تيقدوش يخلقوا مناصب شغل. اش كيديروا؟ كيلجؤوا لحل هذه المسائل هذه باش يلوحوا اللوم على شي واحد اخر. عندهم 3 شهور ماكسيموم، 3 شهور غيلقاو شكون اللي دارها. الا ما لقاوش شكون اللي دارها، هما اللي داروها. تحية نضالية، وشكرا للمتابعة، وإلى درس آخر إن شاء الله.